المال في بلده، لأن أينما المال نقب فإن قواعد تقوم هي نفسها كسب. وفي وقت نفسي صرف مليون الهدف وإن هيئة الخدمة المالية أمام أفضل مستعدة لتشغيل جميع الإجراءات. أيقن أكثر بهدف أن قواعد تبادل المعلومات مع الدول الأخرى لن يخوض نمو الأعمال التجارية والخدمات المالية. وعدها أيضا مليون وبعد كل شيء وراء أغراض الضريبة ما تزال بيانا الأمور السرية. أعذر المستمعين إلى هنا ينتهي لقاء العقل برنامج تحت عنوان أصدرت الحكومة الإنجليزية قواعد أكثر عن المعلومات المالية. وشكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم للقناة. حاضرا في القناة الإسلامية للعربية الأمريكية حسب يقوي الخبرات بإندونيسيا عن محاربة الإظهار. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مؤتمر القمة الإسلامية للعربية الأمريكية في عام 2016 في الرياض يوم الأحد 21 مايو 2016. كما سيتم حضور رئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في سلسلة القمة التي تتأكد رؤساء الدول وزعماء الدول الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أرمينيا غناشي في جاكرتا يوم الجمعة أن روسيا تريد أن تقدم عن الخبرات لأندونيسيا في التعامل مع الإرهاب التطرفي بين أوجه الزعماء من الدول الإسلامية والولايات المتحدة في الرياض. يجب أن تحل مشاكل الحدود إندونيسيا وتيمور الشرقية. قال خبير السياسة الجامعة الإندونيسية إن المشاكل الحدودية بين إندونيسيا وتيمور الشرقية يجب أن تحلها. ولذلك لأن